الذين تشتتوا. وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة: كان الرب قد أوصى تلاميذه: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وحتى ذلك الوقت كانوا قد تمموا الجزء الأول فقط من هذه الإرسالية، ولكي يصلوا إلى المرحلة التالية اختار الرب في حكمته واسطة مؤلمة، الاضطهاد. كان موت استفانوس نقطة بدايتها. لقد كان أعداء الإنجيل مثل الذئاب الشرسة، فما أن رأوا دم استفانوس حتى تعطشوا إلى مزيد من الدم. وكانت نتيجة هذا الاضطهاد الوحشي أن تشتت المؤمنون، وبالتبعية أذاعوا الإنجيل حيثما ذهبوا. وتلك الريح غير المرغوب فيها غالباً ما يكون لها تأثيراً طيباً في زرع البذار النافعة. من وجهة النظر البشرية كان هذا اليوم يوماً أسود بالنسبة للمؤمنين، فحياة أي إنسان كان في شركة مع المؤمنين قد أعلن مصيرها. لقد كانوا يتعقبونهم ليوقعوا بهم. أما من وجهة نظر الله فإن هذا اليوم لم يكن أسود بالمرة، فحبة الحنطة قد زرعت ودفنت في الأرض، وبكل تأكيد ستأتي بالثمار. فلقد بعثرت رياح الاضطهاد بذور الإنجيل إلى أماكن بعيدة، ومن ذا يستطيع أن يقدر اتساع مدى الحصاد؟